الشركات. ولكن اسمحوا لنا في البدايه ان احنا طبعا قبل ما ندخل بقى معاكم في موضوعنا او موضوعاتنا وفي اخبارنا لازم نتوجه اكيد باحر تعازينا لقداسه البابا تودروس الثاني، يعني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقوسيه، ونتوجه بخالص تعزينا لشعب الكنيسة المصرية ولكل أهالينا من يعني من المصريين المسلمين والمسيحيين، لأن طبعا كالعادة في النوع ده من الأحداث احنا صعب جدا نفرق بين الحزن اللي في بيت مرقس وبين الحزن اللي في بيت مصطفى، يعني الاثنين بنفس المستوى، صعب نعرف مين المسلم ومين المسيحي، بتبقى أحداث مؤسفة جدا خصوصا لما تكون متعلقة بدور العبادة، وخصوصا كمان لما يكون جزء كبير من الضحايا من الأطفال. فالحقيقة مصاب جلل اللي يعني كلنا اتصابنا بيه امبارح نتيجة طبعا حادث كنيسة أبو سيفين في منطقة المنيرة الغربية في إمبابة في منطقة الجيزة. خالص تعزينا لنفسنا كمان الحقيقة أنا هوند قبل ما نكون بنعزي الناس. هقول لك على حاجة، طبعا صباح الخير في البداية على حضراتكم، أكيد بنعزي أنفسنا، لكن أنا امبارح مع الرأي اللي قال لك مفيش حاجة اسمها بنعزي إخواتنا المسيحيين، مفيش حاجة اسمها كده أصلا، مفيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم، أنا ما بحبش اللهجة دي وهتكلم بمنتهى الصراحة، إحنا بنعزي نفسنا كمصريين، مالناش دعوة ديانتك إيه، في الأول وفي الآخر محدش بيختار ديانته، فمفيش حاجة اسمها كده، في مصريين ماتوا، ماتوا في كنيسة، ماتوا في جامع، ماتوا في الشارع، ماتوا في البيت، ده حادث حصل وعلى أثره تم يعني تقريبا 41 قتيل لحد دلوقتي تقريبا، وللأسف معظمهم أطفال. أنا بتفق معاك، إمبارح كانت حاجة يعني توجع القلب طبعا. لان كمان في ام كانت بتبكي يا كريم لان هي فقدت ثلاثة من اولادها مره واحده، ربنا يصبرها. فيديو كان يوجع القلب فعلا طبعا. انا اتفرجت عليه، حاجه ما كناش ابدا نتمنى ان هي تحصل، لكن لحد دلوقتي الملابسات ما حدش عارف بالظبط ايه السبب، هل هو فعلا حاجه في الكهرباء او حاجه مقال يعني ده يعني في مشكله فنيه حصلت يعني، ومش هنتطرق لده بغض النظر عن ايه السبب، ولكن قدر الله فعلا ما شاء فعل، بنعزي انفسنا ويعني يا رب ما تتكررش حاجات زي كده تاني. الوجع اللي احنا شفناه من الاهالي في الفيديوهات، ما فيش حد تقريبا ما فقدش طرف معاه، الواحد رايح يصلي طبعا. بيصلي زي ما بتقال حاجه امبارح، حد كان كاتب حاجه يعني بتغمض عينك تصلي بتفتحها تكون بره الدنيا اصلا، فسبحان الله يعني حاجه اكيد ماساويه جدا. بنعزي حضراتكم، بنعزي انفسنا زي ما كريم كان بيتكلم وبدانا مع حضراتكم، كان لازم ان احنا ننعي انفسنا في بدايه الحلقه النهارده.